ايه اللي حصل في الساعات الأخيرة والإجراء اللي مصر هتورد منه 200 مليار دولار في السنة وازاي الصناعة المصرية هتعدي الحدود؟ خليكم معانا عشان تفاصيل كتيرة. مفيش أي حل لأزمات الدولار غير الإنتاج والتصنيع والتصدير، وغير كده يبقى بنلف في دايرة مقفولة، وده الكلام اللي قاله الرئيس السيسي. ورغم أنه مصر دولة صناعية قديمة، لكن الصناعة فيها محدودة وكتير منها بيعتمد على التجميع، وكمان ما كانش في خطط واضحة للصناعة ولا هدف مطلوب تحقيقه، وعشان كده البلد فيها مشكلة عملة ومشكلة قلة التصدير والتصنيع. وعشان نفهم قد ايه الصناعة مهمة لتوفير العملة وتشغيلها، كفاية تعرف انه تركيا وهي دولة شبه مصر في حاجات كتير صدرت السنة اللي فاتت ب 255 مليار دولار. تخيل الرقم ضخم ازاي، ولو عندنا نفس المعدلات كان حال مصر بقى ازاي، والدولار كان هيبقى بكام. عشان تعرفوا الفرق تعالوا نشوف مصر صدرت بقد ايه في 2023. حسب البيانات الرسمية صدرنا اول عن اخر ب 38 مليار دولار بس، في دولة فيها أكتر من 100 مليون مواطن وألاف من رجال الأعمال والصناعة. عشان كده الملف ده كان على رأس أولويات الرئيس السيسي في أول يوم من ولايته الأولى، وكان لازم يعمل بنية أساسية قوية للصناعة، وده اتحقق. وبعدها بدأت مصر في خطة طموحة للصناعة، ومدبولي قال إننا ممكن نصدر ب 154 مليار دولار في السنين الجاية، وده كبداية. ليه بنتكلم عن الصناعة النهاردة؟ عشان ببساطة حصل تطور مهم هيخلي التصنيع في مصر ينطلق بشكل سريع. هو الحكومة شغالة دلوقتي على إنشاء صندوق للاستثمار في الصناعة تابع للصندوق السيادي، وحسب معلومات الحكومة بتحط اللمسات الأخيرة على إنشاء صندوق فرع الاستثمار بالصناعة، وهيتم إطلاقه خلال أيام قليلة. طب إيه اللي هيعمله صندوق زي ده؟ أي صندوق سيادي بيهدف للكسب وإضافة قيمة للاقتصاد القومي، يعني جهة استثمار، وعشان كده هيضخ أموال ضخمة في مشروعات ومجمعات ومدن صناعية بتهدف للتصدير وتحقيق إيرادات ضخمة. ولأنه دي وظيفة الصندوق السيادي إنه بيعظم موارده بشكل مستمر عشان يكون داعم للاقتصاد في أي وقت وذراع استثماري قوي للدولة، ومفيش شك إنه إنشاء صندوق للصناعة في مصر هيقلب موازين ملف التصنيع في مصر. كانت معكم هلا بشتي من بنكر، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.